امبارح كان في 4 مباريات مهمه في دور ال 16 بكاس الامم الافريقيه والاسيويه. ودع منتخب المغربي امم افريقيا بعد خسارته من جنوب افريقيا، وتاهل منتخب مالي لربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو. اما بالنسبه لكاس الامم الاسيويه فتاهل منتخب اوزبكستان لربع نهائي البطوله بعد ما فاز على تايلاند 2-1. كمان خسر منتخب السعوديه امام المنتخب الكوري الجنوبي ووضع البطوله الاسيويه. تفاصيل اكتر هنعرفها دلوقتي عن المباريات دي من الاستاذ ايهاب النحاس الناقد الرياضي. صباح الخير يا استاذ ايهاب. صباح الخير استاذ هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني حضرتك شفت ازاي خروج المنتخب المغربي على يد جنوب افريقيا؟ احنا شفنا يعني اداء حلو جدا للمنتخب المغربي خلال البطوله. هو طبعا المنتخب المغربي كان واحد من ابرز المرشحين للفوز بالبطوله ديت مع منتخب السنغال، وطبعا منتخب السنغال خلاص خرج من البطوله، وكان الناس متوقعه ان المنتخب المغربي هيكسب منتخب جنوب افريقيا او هيعمل نتيجه مميزه مع جنوب افريقيا، ولكن كلنا فوجئنا بخروج المنتخب المغربي رغم سيطرته على اغلب اوقات المباراه. الحواس تقريبا تقترب من 60% تقريبا. يعني لو عايز اقول لك ان في رقم مثلا المغرب عمل 83 هجمه على جنوب افريقيا، في حين جنوب افريقيا عمل 56 هجمه فقط لا غير. ولكن بهاء بوس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، وعلى فكره بوس ده كان مدرب منتخب الكاميرون اللي قابل المنتخب المصري في نهائي 2017 وفاز على منتخب مصر. حنك عنده خبرات كتيره موجوده في افريقيا، وقدر يتعامل مع منتخب المغرب ويمتص فرقه المغرب امبارح، اللي بصراحه بامانه شديده غياب زياش وبوفال كان ليه تاثير كبير جدا على فريق المغرب. واغلب الصحف المغربيه والجماهير المغربيه بتقول ان يوسف النصيري ما كانش هو المهاجم اللي ممكن يحقق امال المغاربه في مباراه الامس، بالاضافه الى ان بروس عزل مرابط وعزل اناحي تماما عن امداد المهاجم الكرات اللي ممكن تعمل خطوره كبيره على فريق جنوب افريقيا، وده اللي شفناه في ماتش امبارح. ولكن خلينا نقول برضو ان كان في نقطه تحول في الماتش ده، وهو ضربة الجزاء اللي تم إهدارها في الدقيقة 86 من حكيم. يعني دي بصراحة لو كان أحرزت ضربة الجزاء دي كان الماتش طلع تعادل، كان اتجهوا إلى الإكسترا تايم. للأسف الشديد نقطة التحول، بالإضافة إلى طرد سفيان مرابط في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضيع، برضه كان ليه تأثير كبير برضه. وطبعا فوجئنا كلنا بمكوينة نجم جنوب أفريقيا اللي احرز الهدف الثاني في الوقت دي 5 من وقت بدل الضايع، خلاص قتل تماما امال المغاربه في المباراه. الحاجه الجديره بالذكر ان فريق صن داونز الجنوب افريقيا بيمثل امبارح في ملعب ب 8 لعيبه، يعني امبارح كان في 8 من فريق صن داونز في الملعب وثلاثة فقط من خارج صن داونز، منهم تاو نجم النادي الاهلي، ودي برضو يعني حاجه ملحوظه جديره بالذكر يا استاذ هاله. يعني واضح ان اعتماد بوس على فريق صن داونز تقريبا كامل يبقى موجود في مباريات البطوله، دي حاجه جديره بالذكر لازم نقولها للساده المشاهدين. طيب استاذ ايهاب، خروج المغرب بتكون كده كل المنتخبات العربيه خرجت من البطوله، يعني بتشوف ده ازاي؟ ايه الاسباب اللي ادت لكده؟ جدا، ولو لاحظت هتلاقي اغلب الفرق اللي موجوده في البطوله عندها بدل محترف 1 و2 و3 و10 و11 و15 و16 لاعب في القائمه. طب هو منتخب المغرب كله محترف في الخارج كله تقريبا، يعني منتخب المغرب عنده مشكله ان ال 11 الاساسيين اللي موجودين في منتخب المغرب لما بيغيب منهم فرد او فردين بيتغير رتم واداء شكل فريق المنتخب المغربي تماما. وده كان ملحوظه بقول لحضرتك عليها، كانت النهارده وامبارح في الصحف المغربيه كلهم بيتكلموا عن اختيارات الركراكي للخط الامامي تحديدا. طيب امبارح اتاهل منتخب مالي لربع النهائي، حضرتك شفت ده ازاي برضو على يعني على حساب بوركينا فاسو؟ كان متوقع طبعا، منتخب المالي عنده لعيبه محترفين مميزين، منتخب قوي متماسك فنيا في الملعب قوي، بيبذلوا مجهود كتير، بيجروا كويس، يعني عندهم معدلات جري ومعدلات بدنيه عاليه جدا، وكان متوقع ان هم يعملوا ماتش مع بوركينا فاسو، وده اللي حصل ان مجرد ما ضغطوا من بدايه المباراه في
ضربه ركنيه كده حطها في نفسه، او يعني زي ما نقول احرز هدف في نفسه. لاعب ادموند لاعب بوركينا فاسو، وده كان متوقع. طيب بمناسبه التوقعات، بتتوقع مين من المنتخبات المتاهله لربع النهائي ممكن يوصل للمربع الذهبي؟ يعني احنا لو قلنا ان المربع المباريات المتاهله، نبص نلاقي ان في عندنا اربع مباريات، نيجيريا وانجولا يوم السبت، اتوقع نيجيريا، الكونغو وغينيا يوم الجمعه، اتوقع الكونغو، الراس الاخضر وجنوب افريقيا، اتوقع جنوب افريقيا، ومالي وكوتيفوار، اتوقع كوتيفوار. طيب هنشوف. طيب بالنسبه لامم اسيا، كلمنا عن خروج المنتخب السعودي من البطوله امام كوريا الجنوبيه. يعني واحده من اكبر مفاجات البطوله، رغم قوه كوريا الجنوبيه فريق كبير وفريق عنده محترف في اكبر الانديه في اوروبا، ولكن كانت مفاجاه. المنتخب السعودي امبارح عمل صدمه جماهيره، وكان في حاله غضب شديده من جماهير السعوديه على روبرتو مانشيني. ورغم واحد من اغلى المدربين في العالم وفي البطوله، والجمهور عاب عليه تغييراته في توقيت افقد المنتخب السعودي قوته وتماسكه في الملعب. يعني امبارح هو كان ليه لقطتين، اللقطه الاولانيه تغييراته بخروج سالم الدوسري في توقيت ضغط الفريق تماما، ونزل اثنين مدافعين في التوقيت دوت، وكان المنتخب السعودي متقدم وكان يقدر يوصل للدور ال 16، وطبعا ضغط الفريق الكوري ضغطهم جامد. وطبعا يعني انت لو تشوف ان في هدف يجي في الدقيقه 9 من الوقت الضايع، تخيل الصدمه عامله ازاي استاذه. يعني صدمه كبيره جدا فعلا. صحيح. اللقطه الثانيه دي كانت ان ضربات الجزاء بتلعب وركلات الترجيح بتلعب، ولسه 3-2 للمنتخب الكوري، وغادر الملعب، ساب الملعب وخرج. يعني كان برضو كان ظاهره غريبه شويه عملها امبارح مانشيني. لكن عموما المنتخب الكوري منتخب قوي، منتخب قوي ومنتخب بيقدر يوصل للمنصات. طب وبالنسبه لتاهل اوزبكستان لربع نهائي امم اسيا، بتشوف ايه حظوظه كمان في البطوله ديت؟ يعني هو منتخب بيلعب بطريقه 3-4-3، وبيضربه مدرب سلوفيني اسمه كاتينيتس، ويعني منتخبات بتلعب كره سريعه، ما عندهمش محترفين كتير. هو يقدر يوصل مع المنتخب القطري في المباراه القادمه اللي هيلعبوها ان شاء الله يوم 3-2 لمراحل متقدمه. ومنتخبات المفاجاه، المنتخبات المفاجاه استاذ هاله في البطوله، اللي انت ما توقعش ان هو وهو داخل البطوله، يعني هو داخل يلعب في البطوله يوصل لمستوى ويعمل نتائج كبيره، لكن المنتخبات بتبلي بلاء حسنا يعني. صحيح. على العموم بنشكر حضرتك استاذ ايهاب النحاس الناقد الرياضي، ولسه هنشوف اكيد مفاجات في البطولتين، بطوله كاس امم افريقيا وبطوله اسيا. وكده طبعا خلصت نشرتنا الرياضيه، وهنعود مره تانية ليكم مصطفى ومنا واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا هاله.